السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نحن الآن في المسجد الكبير في العاصمة الدنماركية، حيث نقلنا صلاة يوم الجمعة في هذا اليوم الخامس من تموز 2019، وأدى خطبة الجمعة الشيخ الشاهد الباكستاني، وإن شاء الله سنطلع عليه بعد الأسئلة. السلام عليكم. أبو الله شيخي، ممكن سؤال يعني حتى نفيد الجمهور اللي يشاهدنا الآن؟ أنت ذكرت أنه الموت كثر في هالأيام، وخاصة ليس فقط في الدنمارك الذي صلينا عليهم 7 جنازات في أسبوع واحد من مطلع شهر تموز إلى الآن، 7 جنازات. ولكن أنا أشهد الله وأنا في المسجد صليت على 5 جنازات منهم في هذا الأسبوع. سؤالي شيخي، حتى يستفيد المشاهد من هذه الكلمة، لو أن ملك الموت جاء لأي إنسان وأمهله ساعة واحدة، فماذا تنصحه أن يفعل؟ والله علي بن أبي طالب يقول أني إذا عندك شيء غرس في اليد ويأتيك الموت يعني أغرس، وما تقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وخاتمة جميع المسلمين إن شاء الله. وماذا توجه لبقية الإخوة المشاهدون أن يفعلون في أيامهم قبل أن يخطفهم الموت؟ والله واحد دائما يذكر بالله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولو بشيء بسيط ولو بعمل قليل يعني، ولكن دائما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه على الخير إن شاء الله. وهذا هو هدفنا. وهذه هي الخطبة التي أنجزتها بدقيقة واحدة، ماذا أنجزت بالخطبة؟ والله حبيت أوجه الكلمة للشباب، خاصة يعني لاستغلال هذه الإجازة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ترفيه يعني، وفي أمور يعني يقربهم من الله سبحانه وتعالى، وفي أمور يعني ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ، أشكرك جزيل الشكر وأطال الله في عمرك وعمر المشاهدون الكرام. شكرا. هذا اليوم نحن قمنا بهذه التغطية مع فضيلة الشيخ، لا نريد أن نسجل بالكامل عنوان الخطبة ومحتوى الخطبة، وإنما بإيجاز وباختصار ذكر أن على يعني العائلات والشباب الذين يبدون إجازاتهم أن يتقوا الله في إجازاتهم، خاصة في المناطق التي يكونوا يعني بخلاء، يكونوا لوحدهم، وهذا يعني يجب على كل إنسان أن يجعل رب العالمين بين عينيه ويتقي الله في يعني كل أعماله، لأن الموت لا ينتظر أي إنسان في الحياة مهما كانت عظمته وشخصيته وأيضا قوته. أبو أنس، أنا سألت الشيخ سؤال والناس حتكون يعني تستفيد إن شاء الله بعلمك. لا جد أبو سراج، هذا السؤال كان أنا إلك السؤال، خلي أبو أنس. أنا حكيت كثير. إذا ملك حسب الخطبة يعني حسب الخطبة ذكر فيها عن الموت، وأنه في خلال أسبوع في كوبنهاجن لوحدها توفي سبع جنازات، وأنا صليت على 5. إذا لو جاء ملك الموت أبو سراج، معلش أنك مستعجل، لو جاء ملك الموت وأمهل الإنسان ساعة، بماذا تنصح الإنسان يفعل بهذه الساعة؟ هذا سؤال كبير. لا بالله، هو طبعا الموت هو موعد لنا لكل الأحياء، فلهذا على الإنسان أن يتصاعد بالموت حتى يستغل وقته في طاعة الله، في العمل الصالح، في الصلاة، في المشي، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان طبعا إذا جاء أبو أنس، لحظة شوي،
وأمهل الإنسان ساعة واحدة. ماذا يفعل هذا الإنسان من أعمال؟ يريد أن يتصدق، يريد أن يذهب للمسجد، يريد أن لعلهم يرجعون، ليصل الرحم، يريد أن يكون مؤمنا، يقرأ القرآن، ولكن مع الأسف الشديد ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي، الله يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدم. ما معنى ذلك؟ يعني الإنسان دقيقة واحدة ما يضيعها، دقيقة واحدة ما يضيعها. لأن الحمد لله احنا عندنا أوجه الخير كثيرة وأعمال الخير كثيرة، فالمؤمن لا يشبع من الخير أبدا أبدا، زي النحلة تأكل إلا الطيب. ولا يخاف من الموت أبدا، لا يخاف، لأنه مستعد، مستعد طبعا. لماذا؟ لأنه علاقته مع ربنا كويسة، لماذا يخاف من الموت؟ سمعتوني، سمعتوني أيها أيها الخائفون من الموت، سمعتوني، والله لو في عند الإنسان إيمان وقوة إيمان لن يخاف من الموت، بل يستقبله ويعجل في الموت إن شاء الله. جزاك الله كل خير أبو الأمين، وبارك الله فيكم على مجهودتك الطيبة، وأنار الله طريقك إلى الهدى والطريق المستقيم والعمل الصالح، والتعاون مع بعض في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم إن شاء الله. بارك الله في الجميع، الله يحفظكم. أهلا وسهلا، السلام عليكم. شكرا. كونوا معنا أيها المشاهدون الكرام. تعرفنا على أحد الأخوة الحاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ أنا يوسف أحمد كردية، كنت أعمل مدرسا للغة العربية وموجها أيضا في الكويت مدة 40 عاما، وخرجنا من هناك وجئنا إلى الدنمارك بسبب ظروف الحرب اللي حصلت، والكل يعلم نتائج الحرب. أنا هنا ألفت، مش خليني أقول، ألفت كتاب أو يعني عد كتاب قرأت من عدة مصاحف التفسيرات القرآنية، وخلصت بكتاب أعدته وهو بعنوان ومضات بيانية في تفسير آيات قرآنية، طبع في عمان مكتبة يافا للتوزيع والنشر، مكتبة يافا في عمان، والآن عدد موجود منه في دبي الإمارات العربية المتحدة. ولم أستطع أن أحضر هنا الكتب بسبب ظروف صعبة، إحضار كتب هنا والتوزيع أيضا صعب، كانت توزيع في الإمارات وفي عمان، وموجود في، ممكن أن يطلع على الجوجل يرى العنوان اشتريه. سمعت انه ابنك كمان مؤلف كتاب. شو اسم الكتاب؟ كتاب هو اعجاز، لا، قطوف من الكتاب لأولي الألباب. ايوه، قطوف من، ايوه، قطوف من لأولي الألباب. لأولي الألباب يعني شامل اعجاز قرآني في القرآن وقصص ناس اسلموا، وهو معتمد من الدنمارك. نعم. يعني هو ما نعم. معتمد من الحكومة، وتوزع في بعض المساجد. خير، وزع في جميع المساجد في كوبنهاجن، مسؤولين يعني في كوبنهاجن، لأن الكمية قليلة. اسم الكتاب؟ قطوف من الكتاب لأولي الألباب. إن شاء الله، إن شاء الله. ولكن الكمية قليلة لأنه يعني الإمكانيات ضعيفة، فهو خير الكتاب، فهو الهدف منه مبسط، هو مختصر على 100 كتاب. الهدف منه اللي من يقرأه أنه يعرف أنه هو الأمور الإسلام علمي، مش بس أمور فقهية، علمي، حتى يسلم عدد كبير من الدنماركيين. وأنا أعطيت الدنماركيين كثير وانبسطوا عليه. شكرا حبيبي. أنا الكتاب أنا أيضا هو إيراده للفقراء والمحتاجين، إيراد ما يباع من هذا الكتب لخصص للأيتام والفقراء والمحتاجين. جزاك الله خير، جزاك الله خير. صدقة تعبر صدقة جارية. نعم. لكن السؤال اللي أنا في أبحث عنه في هذا البرنامج، أنه رب العالمين يعني ذكر الموت كثير كثير، ولكن الناس تجهل هذا الشيء، تنسى هذا الشيء، لا تتعظ البعض البعض. ولكن إذا حضر ملك الموت وأمهل الإنسان ساعة مثلا، وهذا صعب جدا أن يمهله، يعني ماذا تنصح الإنسان أن يفعل في أسرع وقت؟ في أسرع وقت طبعا أن يعود إلى القرآن الكريم، يقرأ دائما في القرآن الكريم، وأن يعمل أعمال صالحة في دنياه في خلال ساعة، يعني يحاول يعني يجهز نفسه مثلا، إذا كان عامل معاصي، إذا كان مرتكب ربا، إذا كان سارق، إذا كان زاني، إذا كان، ماذا يفعل في هذه الساعة؟ أن يتوب، أن يتوب إلى ما أخطأ
في حياته أن يتوب هذه الساعة، وعلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرر ما إذا كانت هذه التوبة يعني تنفع أو لا في هذه الساعة. وماذا تنصح الإنسان الآن في هذه الأوقات قبل ما يموت وقبل ما يأتي له ملك الموت؟ الآن أن ماذا يفعل؟ أن يستقيم في حياته. نعم. أن يعمل أعمال صالحة، أن يعمل أعمال صالحة في الدنيا، ولا هذا بقول شيء، أن يقرأ في الكتاب الكريم القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم فيه يستطيع أن يسير حياة صحيحة. أن يتبع ما حلله الله وأن يتجنب نواهي. الإمام علي يقول إن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهذا هو الاختصار يعني. بارك الله فيك، أشكركم دكتورنا وحبيبنا. شكراً. بارك الله فيك. الحاج. شكراً على جهودك. الحاج. يوسف أحمد كردية. يوسف أحمد كردية. أنا ابنه. نعم. وأنا أشكرك على جهودك القيمة، وأتمنى لك التوفيق دائماً، يعني إنسان مثقف ويعني تجمع بين الثقافة والترفيه، وهذا ما يحتاجه الجالية. أتمنى لك التوفيق. إن شاء الله أنا أعطيك نسخة إذا كان التقينا في يوم الأيام. نعطيك نسخة، سأحضر على النسخة وأوعدك إن شاء الله. وهاي ناس أسلموا عليه يعني الكتاب هذا. أشكرك جهودك. على إيدك ناس كثير كمان أيضا إن شاء الله. إحنا وظيفتنا نلتقي بكل إنسان فعال في المجتمع حتى يستفيد الناس من علمه، لأنه رب العالمين سيسأل رب العالمين علمك ماذا فعلت به. نعم. فهذا الإنسان يجب. وأيضا أوجه رسالة لكل الأئمة الذين يصلون حينما ذكر رب العالمين إمام في النار، قيل من هو يا رسول الله؟ قال من يصلي وراءه والناس له كارهون. يعني في أئمة يصلون بالناس وله كارهون. فهؤلاء الناس لا نستفيد منهم. نعم. إلا فقط السمع. أنت ذكرتها. نعم. يجب أن يكون الإمام يفهم واقع الحياة اللي عايشين فيها، مش يتكلم مثلا عن الطهارة والوضوء والناس مثلا ما بيدعو للتعاون بين الناس والألفة ويتحدوا يقعدوا يجلسوا مع بعض. مثلا أنا كنت مرة قلت لك حتى يقعدوا جلسات للكبار، يقعدوا يعني مكان للكبار، يكونون مع الناس، يكونون مع الناس والوضع اللي هم عايشين فيه. من يريد تجارة يتفق، من يريد زواج، من يريد عمل، من يريد كذا، فالناس تجلس مع بعض يتفقوا مع بعض. ليس كل شيء هو يعني فقط يعمل دروس فقهية، أيضا الحياة عمل. يعني الناس حتى في مشاكل بين الناس عندها مشاكل يساعدوا بعض، أما مش فقط يقول بس على موضوع إحنا هذا. نتمنى أنه أنت أيضا جهودك أنه مثلا تحث الناس يقعدوا يتعرفوا على بعض الناس، إذا كان في حتى مكان للكبار مثقفين نجلسوا يتعارفون. إحنا هذا جيد بحيث أنه الناس تتعرف على بعض، أما الآن هنا ما في الناس تصلي وتمشي، لا أحد يعرف بعض، وفي كثير مشاكل يعني لم تتحقق فائدة المسجد الجماعة، لم تتحقق فائدة الجماعة، وأن يتعرف بعض حتى لا يسلم الإنسان على الجامع. فإذا ما الفائدة؟ هذه معاناة الناس، هذه معاناة الناس في في في, في, في بلاد الاغتراب. للأسف يركزون على المظاهر واللحية. رب هل أنت مطول قصر إزارك، مربي اللحية، هل أنت لديك علم كثير؟ هذا جيد، ولكن ليس هو هذا الآن الناس في عنده مشاكل العمل والمشاكل الاجتماعية والزواج والعمل، الناس غير متعاونين مع بعض. فأنت كيف تركز على شيء ويقارن بوضعنا بوضع الرسول؟ كانوا دولة. الآن إحنا أقلية هنا، ما يقارن نفسه وما بيعرف فقه الأقليات ولا شيء، لا يعرف مثلا يدعو الناس للشباب للتطرف، وأنت في مجتمع منفتح تماما كيف تدعو له؟ أنت مش في عصر دولة. يعني إحنا باختصار لا نريد فقط صلاة وذهاب إلى البيت، وأيضا الوسطية ونترك الأسبوع بالكامل، لا نشترك بمعاناة الناس وما هي. نعم. هي هذه الرسالة. وعدم التشدد. وعدم التشدد ومعرفة أمور الناس، وليس تشدد بماشي كأنك أنت عايش اللي بيتكلم بتشدد كأنه يعيش في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلاف. نحن لا نعيش في عصر الصحابة، إحنا عايشين في دولة غربية، فهو بيتكلم وبيطبق أحكام وكأننا نعيش هناك. هذا هو فاهم الحياة خطأ، ويعمل كأنه هو المدير، هو كل شيء خطأ، ويشكو لماذا يظهر فساد كثير لدى الشباب، لأنه لا يوجد تعاون. لماذا فساد بنات وشباب هكذا؟ هو بس يقول الخطبة أنه أنتم يؤنب، يضع اللوم على الشباب، يضع اللوم على العوائل،
ولكنه لم يضع بدائل، لم يجتمع الناس مع بعض. المركز هذا هناك مراكز إسلامية ولكن هي لا ليست مراكز. المراكز هي معناها أن تجتمع الأسر مع بعض تتعارف فيما بينها، هذه ليست مراكز إسلامية، هذه مجرد مسجد الناس يصلون ويذهب كل واحد لوحده، لا يتعرفون على بعض. فإذن ليس إذن فقدت دورها، ولا وبالتالي فقد دور الإمام، فقط هو يوثق حالات الطلاق ويقول لهم فقط أنت لماذا تتطلقون ولماذا هناك مشاكل، وهو لم يعلم أنه هم السبب، هم السبب أصلا في هذه المشاكل. لأن المسجد بني على أن يتعاون الناس فيما بينهم، يتعارفوا بينهم، يتزاوج الشباب فيما بينهم، العوائل يتعارفوا، يعملوا إذا كان الشباب والعوائل والآباء والأمهات لا يعرفون بعض أو ليس هناك فرصة للتعارف، فكيف يكون هناك عمل، وكيف هناك زواج، وكيف هناك يكون علم، حتى علم بسيط، وليس هناك علم الفقه، إحنا لا العلم الأساسي. وبالتالي لا يلام الناس بقدر ما يجب. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في أحد الشوارع المقابلة في مسجد النور، في أكبر مجمعات المنطقة في البلوكاس النوربرو. وكما تكمل لهذا التقرير الذي ذكرنا أنه بحاجة إلى يعني إيواء المسنون الكبار، يعني من عمر 50 عاما إلى 80 عاما أو 90 عاما، يعني نوفر لهم مكان كلوب يجتمعون فيه يعني التشاور فيما بينهم والتعارف أكثر وأكثر ما بين الجاليات العربية والإسلامية، عوضا عن المساجد، لأن المساجد كما ذكرنا أنها ليست هي فقط للصلاة، وإنما هي لتجمع الناس، ليست فقط أيضا يوم الجمعة والأعياد وفي صلاة التراويح ورمضان. التقينا مع الحج الحبيب، السلام عليكم. السلام عليكم. بهذا الموضوع، ماذا تنصح المسنون في كل المناطق الذي يقطنها الجاليات العربية والإسلامية في بلاد الاغتراب في الدنمارك؟ ماذا تنصح؟ هذا الكلام صحيح، لأن نحن خصنا مكان فيه يجتمع الناس الكبار والصغار ويدرسوا المشاكل ديالهم خارج المساجد. هذا كلوب يخص يكون خاص للكلام، للمشاكل في السياسة، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، في أي حاجة، ونحن مخصوص في هذا المحال. وشكرا. يعني شيخ حبيب أنت من رواد المساجد. نعم. يعني هذه تحل مشاكل أبناء الجاليات في الدنيا. ممكن تحل مشاكل كثير. والأسر المطلقة أيضا. حتى الأسر المطلقين وكثير الناس عندهم كثير المشاكل، ممكن يساعد لأن يشكيوا بعضياتهم ويندمجوا بيناتهم في المشاكل ديالهم، ممكن يساعد كثير. وحتى يمكن يتزوجون من بعضهم البعض. حتى الزواج. يشيل نسب. حتى الزواج. أشكرك شيخ الحبيب. شكراً. شكراً. طبعاً أيها المشاهدون الكرام، أنا يعني أردت أن أنهي هذا التقرير مع طبعا يوجد اعداد كبيره من ابناء الجاليات العربيه والاسلاميه. نحن العربيه. طبعا التقينا مع احد الاخوه. السلام عليكم. هل انت بهذه الفكره مع المسنين؟ انا مع الفكره دي، يعني لازم يعملوا لهم مركز وعشان يقعدوا ويلعبوا يعني مركز ثقافي، يعني ترجع صحتهم لنفسهم، يعني شخصيتهم لنفسهم، بدل ما يكونون في المنزل يفكرون بالمرض ويفكرون يعني انا اتكلم عن كبار السن، يعني كبار السن المسنون عاما. يعني لو عملوا لهم عن مركز، لو عملوا لهم مركز يعني حيكونوا يعني في اتم استعداد للمستقبل، يعني حيكونوا بيفيدهم، يعني لا بيفيدوهم، لا بيفيدوهم والله، بيفيد الناس يعني اللي عايشين هنا، بيستفدوا حاجة، يعني بينسوا المرض، بينسوا أي حاجة، وممكن يكون يصير تعارف ما بينهم. لا هو أصلاً تعارف، ده مركز، هذا أهم شيء، ده أهم حاجة، ده مركز، يعني جالية فلسطينية، جالية مصرية، جالية صومالية، كله حيكون تعارف، لأن ربنا قال وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا.
بارك الله فيك، اشكرك يعني هذا اشكرك ابو الامين وان شاء الله يعني صحفي بتاعنا انا بتاع الكوبري. الله يبارك فيك ان شاء الله. اشكرك يا حبيبي بالخدام. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامه. ايها المشاهدون الكرام، نحن قمنا بهذا التقرير على ان نفيد الناس المتواجده والراي العام الموجود ما بين الجاليات العربيه والاسلاميه المغتربه في العاصمه الملكيه، نوصل رسالتهم يعني وشكواهم للجهات المسؤوله. كونوا معنا. ايش راي الشيخ عبد الرحمن؟ لا مش انا بوصل للناس، اسمح لي شيخ تفضل. يعني ما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. حقيقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنه حسنه في الاسلام فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. اعتقد ان الاعتناء بكبار السن امر مندوب، وافضل الناس الذين يحسن اليهم الانسان عند كبارهما هما الابوان. لذلك أشار القرآن الكريم في سورة الإسراء: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيت صغيرا. المهم سواء أبويك أو أبوي غيرك، هذول أباؤك، هذول أباؤنا الذين نفتخر بهم، هؤلاء أباؤنا الذين ورثونا الإسلام. المفروض الحقيقة أن نسن فيهم سنة حسنة في هذا البلد، حيث لا يستطيع الإنسان الكبير أن يخرج كما في فلسطين أو كما في مصر أو كما في تونس أو كما في المغرب، ليجلس أمام بيته يشاهد الذاهب والرائح والغادي ويسلم على هذا ويسلم عليه ذاك، لأن الجو حتى ما يساعد. هناك ممكن هنا الجو بارد، هنا لا يساعد. أيضا الثقافة هنا لا الثقافة كذلك. ولهذا إذا كان يعني هناك هنا إمكانية إقامة جمعيات وإنشاء جمعيات وفيها دعم، لو الإنسان قام ببروجي مشروع من هذا القبيل والله يحصل على دعم مادي يستطيع به أن يوفر سيارة لنقل هؤلاء الناس في وقت معين، يأخذهم إلى مقرات معينة يشربون فيها الشاي، يلعبون فيها شيء من الورق بطريقة حلال، يعني لم يحرم أحد يتعرفون على بعض، اللهو المباح، يتعرفون على يتبادلون يتقون بشباب، ممكن يكون في نسب بينهم أيضا يعني يتناسب من بعض يتزوجون بعض يعني لأولادهم مثلا يعني. تفضل كمل. هناك أشياء كثيرة يعني الحقيقة يمكن أن تتم، لكن دائما نحن العائق هو من يبادر، والعائق هو العائق المادي. هنا إنشاء الجمعيات التي يعني تقوم بخدمة اجتماعية لها ما يدعمها عند الحكومة، وأنا يعني الحقيقة واحد من الناس أنادي بمثل هذا النشاط، تشجع هذا المشروع. بالعكس يعني أنا أؤيده بكل ما أملك، حتى المريض يشعر أنه لا يفقد يعني معناها أصحابه ولا يفقد الحياة الاجتماعية، لا يشعر أنه وحيد. وهنا من الأمراض الكبيرة التي الصليب الأحمر يحاول معالجتها هي الوحدة، وحدة الشيوخ. وهذه الوحدة لا يعني تنطبق على الكبار السن فقط، بل إن هناك أناس في سن الشباب وريعان الشباب يعانون من مشكلة الوحدة، فما بالك بالمشايخ الذين يهجرهم الناس ولا يجلس إليهم أحد. هؤلاء في أشد الحاجة إلى من يقوم بهم، إلى من يدعمهم، إلى من يقول لهم كلمة طيبة، إلى من يسقيهم كاس قهوة إلى آخره. فأنا أثني خيرا على هذه البادرة وجزاك الله خير أنك أول من يعني أشرت إلى هذه الإشارة، فبارك الله فيك. يعني وأنت إن شاء الله ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فبادر أخي ونحن نؤيدك ونحن معك إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. يعني كل الأمل يعني أنه الرأي العام يعني والناس يعني يرسلون شكاويهم ويعني طلباتهم حتى نوصلها للناس المسؤولة، لأنه الكثيرون يقولون أن المساجد تخلو من الناس ولا يجتمعون فيها البعض، يعني فقط يصلون ويخرجون ولا نلتقي إلا بيوم الجمعة ممكن نص ساعة أو ربع ساعة، والكل يذهب إلى منزله ولا نعرف بعضنا ولا أحوال بعضنا ولا أخبار بعضنا. هل المساجد الشيخي هي التجمعات؟ أرشح مثلا
مسجد الوقف شفت أنا الإخوة يجلسون على كراسي خارج في الساحة هذه، يعني والله يعني هذا عمل اجتماعي رائع، يرتاحون إلى بعضهم البعض، نعم، يتكلمون، يتخاطبون، نعم، في بعض المسجد يتناقشون. مسجد خير البرية فيه جناح مخصص لكبار السن، كان عمل عندما عملنا جولة يعني تفقدية وجولة يعني ننظر فيها المنجزات هذا المبنى العظيم، حقيقة رأينا أنه جناح مخصص لكبار السن. هل يسمحون في كل وقت؟ إذا أقيمت جمعية أخي وأخذت المكان وجمعت إليه الناس بباص معين يجمع الكبار، إذا كان بطبيعة الحال يعني العمل لابد لهم الرجال أخي، سوف لا يأتي العمل إلينا، نحن الذين نصنع الأعمال ونحن الذين نصنع النشاطات. النشاطات لا تخلق من ذاتها، لأنه في بعض الأماكن تكون بعيدة عن بعضها البعض، المسنون يكون بعيدين متفرقون، فمثلا تفضلت يعني فكرة الباصات أن تنقل هؤلاء إلى مكان ثلاث مرات في الأسبوع، نعم، يكون نشاط من هذا القبيل فقط يكفي. والله يكفي، والله يكفي، يكفي جدا ثلاث مرات في الأسبوع، ويأتيهم من يحاضرهم في موضوع مسلي، يؤتى إليهم بمن يلعب ألعاب هكذا خفيفة ينشطهم، من يعمل لهم حركات رياضية هم جالسين أو واقفين أو كيف ما كان، ويغير الجو يعني بالضبط جو المنزل يعني. كل هذا شوف الاقتراحات لا تنتهي، الاقتراحات كثيرة، لكن يا ريت التطبيق، حي الله من أشكرك جزيل الشكر، جزيل الشكر شيخي، يعني أنا وصلني الأخ المفكر وهو وابنه الذي طبع كتاب يعني كتاب علمي واسمه عصام كردية هو والده، أبلغك السلام. اللهم سلم عليه، اللهم يا ربي عليه وعلى رسول الله أبلغ السلام. نعم، وأزكى السلام. وقال لي أنه وضع كتاب في المسجد هنا. نعم حقيقة والكتاب استفدنا منه، نعم، ودرسنا منه للمسلمين، وكان فيه نكهة عجيبة وجميل، يعني استفدت منه جدا، يعني كان لنا حلقات فيه لعدة أيام. تذكر اسم الكتاب يا شيخ؟ والله هو موجود عندنا أظن نسيت، هو عن العقيدة أو عن كل مجال في يعني كل الأبواب، ممكن حتى يعني يساعد على نشر، يعني شيء جميل حقيقة رائع، الإسلام يعني طرائف وتحف من القرآن، وهذا طبعا لا شك يعني كتاب غني وثري، بارك جميل الله فيك، جزا الله خير. هاي رسالة أنا حبيت أوصلها إن شاء الله يزيد يمدنا بهذه الكتب. آمين يا رب العالمين، ومدنا في الطيبين أمثالكم. شكرا. تسجيل ما كانش يعني في التجمع هذا كمان أيضا يساعد والله أيضاً. هذه فكرة أخرى يطرح عليه الأخ أبو الأمين الآن، وهي من قبيل إبداعات الشيخ مصطفى الخياط جزاه الله خيرا، رجل نشيط في الحقل الإسلامي والاجتماعي. الفكرة هي يعني التعرف على أصحاب الاختصاصات والمهارات في شتى الميادين، فلو يعني يتم يعني جرد لكل الأطباء العرب المسلمين حتى يعرفهم تعرفهم الجالية ويذهبون إليهم، ويعني يكون هناك تواصل بين هذه الفئات، كذلك البنائين، كذلك النجارين، كذلك الذين يعني في كل الحرفيين، مجال الحرفيين، يعني هو الحقيقة فيهم أنا عمل هذه متاع البيع والشراء فيها مهارات في الطبخ وأشياء رائعة والله تسد حاجة كبيرة للمسلمين، يعني صحيح روعة. فكذلك يعني هناك إصلاحات نقوم بها في البيوت، نحتاج إلى علاجات معينة في الطب، في طب الأسنان، في يعني استشارات طبية، وطب السيارات أيضا ميكانيكية، يعني ميكانيكية بحاجة للميكانيكية، وكذلك استشارة قانونية مثلا الحقيقة محامي، هذا عاد خلي عاد هذه من أهم الأشياء، هي يعني في ناس تحتاج هذا الشيء، يستشيرون بعض الأمور ويدور الناس. يعني كان الشيخ مصطفى محمود رحمه الله يعني قال أنه أول ما بدأ يعني يريد أن ينشئ مستشفى الدكتور مصطفى محمود في المهندسين، له مستشفى عظيم جدا باسمه الخاص رحمه الله، كان رجل مبدع على جميع الميادين، فقال يعني أنا يعني خصصت مبلغ معين لأبدأ واشتريت الأرض وكذا، قال فإذا بها تنهال المساعدات والمشاركون من كل صوب وحد يأتون، وأنشأ لم يقف عند هذا الحد، بل أنشف ما يسمى مستشفى مصطفى محمود، فيه قال من الإمكانيات وفيه من الأجهزة والأجهزة وكل من تبرعات الإخوة الأثرياء وأهل الخير من يرغبون في يعني لأن الفكرة تساعد الفكرة إحنا يعني وتفيد الفكرة كله. الفكرة هذه رائدة ورائعة وتحتاج إلى من ينفذها، من يمشي وراءها ومن يقوم بها ويؤمن بها،
نحن في حاجة التعرف إليكم أيها الأطباء المسلمون العرب أو الباكستان المسلمون إلى آخره، يا أطباء العيون، يا أطباء الأسنان، يا أصحاب المهارات، يا أصحاب الحرف، نحتاج إليكم جميعا للتعرف لكي يعرفكم المسلمون وتساعدونهم في حاجياتهم وفي إصلاح بيوتهم وفي كل مجال من المجالات التي تخطر على البال. فبارك الله فيكم في سي مصطفى ورب إن شاء الله يتم بالخير. أشكرك جزيلا. أصحاب الأمور مبادئها، إذا بدأت وكما يقولون الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، هي الخطوة الأولى هي الأساسية وهي الركيزة ذات القيمة يعني. فإذا بدأنا سترى أن الأمور تمشي بإذن. أنا بدأت في إنشاء هذه المحطة حتى نوصل أصوات أبناء الجاليات يعني المغتربة في هذه البلاد يعني الدنمارك والسويد واسكندنافيا يعني، لأن بلاد مغتربة ومن جميع الجاليات. أصبح لك الآن يعني مريدون وأتباع وناس نظارة يشاهدون برامج، لأنه فيها تشويق وفيها جمال وفيها تعريف وفيها هذا العالم المجهول، هذا الدنمارك اللي في أقصى الشمال ينظر إليه من هو في الأردن وفي فلسطين وفي أمريكا وفي إيش الدنمارك هذه ومتخصصة يعني متنوعة في كل برامج متنوعة أعراس على ما أعرفش إيه على مناسبات على كل شيء يعني والحمد لله، ولكن سبحان الله يعني أتباع هذه المحطة بعدهم ما زالوا لا أنت خلي الأمر لله، أنت خلي لله، أنت عملت عمل جيد وكويس والناس ستنتبه إليه، لا هم منتبهين إن شاء الله، وأنت عليك عليك فقط بالجودة وحسب التغطية بس الجودة، أنت اهتم بالجودة وسترى بإذن الله إن شاء الله يعني في هذا المكان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه عليك بالجودة وكل عمله والإتقان فسير له عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. شكرا جزيلا. هذا يعني اليوم الجمعة ما شاء الله يعني التقينا مع شيخنا وحبيبنا عبد الرحمن إرجاز إمام مسجد النور في منطقة ألي بلوكس في النور برو كوبين هاجن. طرحنا عليه بعض الأسئلة يعني حتى يكون شاملا التقرير الذي أعددناه بعنوان أن المسنون في بلاد الاغتراب وخاصة الدنمارك من الواجب أن لا نتركهم وحدهم حتى يعني يواجهون الأمراض طول حياتهم، وأيضا المقعدون لا نتركهم لوحدهم، ولكن نبحث عن مركز وهو عبارة عن نادي يجمعهم في كل يعني وقت إلى آخر خلال يعني بالأسبوع مثلا نختار لهم يومين ثلاثة يتجمعون في مكان يجتمعون فيه ويتسامرون فيه وينسون أمراضهم حتى لا نفاجأ بأعداد الوفيات، وأيضا الكثيرون منهم يمرضون ويعملون عمليات جراحية ولا نعلم بهم. هذا ما لدينا من هذا التقرير وما هو الفائدة التي نقوم به عمله بسبب يعني توعية الناس، وإن شاء الله توصل هذه الرسالة إلى المهتمين والمختصون في تلك المطالب التي نقوم بتغطيتها، ليس فقط بتوصيل رسالة للمشاهدون فقط بالأحزان، وليست فقط أيضا بالتظاهرات، وليست أيضا فقط بالأفراح والمناسبات العادية، وإنما نهتم بهؤلاء كبار السن الذين يكونون هم الذين كانوا هم منارة وزينة وشعارا على جبين أبنائهم وأهاليهم، أيضا نذكرهم وحتى نقدم لهم الراحة في حياتهم. نأمل كما ذكر الشيخ عبد الرحمن والمفكر الكردية التي ألف كتاب هو وابنه كتاب ونشره في بعض المساجد، وكما ذكر أيضا كل المساجد، نأمل أن يقومون ب يعني الإصغاء بهذا المطلب. نحتاج إلى حرفيين، نحتاج إلى أيضا كل أنواع
ما يهم أبناء الجاليات، حتى صالونات الحلاقة، الجزارين، الحرفيون، الميكانيكيون، الكهربائيون، البناؤون، يعني الدهانون، في كل أنواع من لديه حرفة يظهر نفسه لأبناء الجاليات حتى يقوم بالاتصال والتواصل معهم. من شبكة عرب الدنمارك وأمين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أعجبه هذا الفيلم يطج لايك ويقول نعم نحن معك يا أبو أمين. شكرا والسلام عليكم.